باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. أهلا وسهلا فيكم. يومنا نحكي على الآية اللي بتقول إننا عبيد بطلون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. هاي الآية موجودة بإنجيل لوقا، حكاها يسوع، قال كذلك أنتم أيضا، بحكي معنا بحكي مع التلاميذ، متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون لأننا إنما عملنا كما يجب علينا. فهون منشوف إنه مهما عملنا من أجل الله، مهما وصلنا من روحيات، لازم دائما نحس إنه نحن خطاة وإننا عبيد مستحقون، قمنا بس بواجبنا. في قديسين كبار بيعملوا عجائب ومعجزات، شغلات فوق الخيال، ولسه حاسين حالهم إنه ما وصلوا، بحسوا حالهم خطاة. بيحكوا صلاة يسوع: ربي يسوع المسيح، يا ابن الله الحي، ارحمني أنا الخاطئ. هون هاي بتساعدنا هاي الآية إنه نحارب فكر الكبرياء، في المجد الباطل، البر الذاتي، وبتخلينا دائما إنه ما نحس إنه إحنا أحسن من الناس اللي حوالينا. يعني زي العشار كيف كان صلى إنه حس حاله خاطي، واقف ورا وجهه على الأرض، عشان هيك الله برره وعطاه إنه غفران الخطايا. الفريسي اللي وقف بكبرياء الله ما برره، مع إنه كان محافظ على واجباته الدينية. أنا بستغرب كتير كمان من بولس الرسول اللي لما كتب لتيموثاوس، وهذه الرسالة كتبها بآخر حياته، قال صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطأ الذي أولهم أنا. لسه حاسس حاله خاطئ. بولس الرسول وصل للسماء الثالثة، سمع أشياء لم يسمع فيها، شاف أشياء لم تره عين، مع أنه وصل لدرجات عالية بالروحيات، حاسس أنه هو أول خاطئ. فهي شغلة كتير عجيبة. وخلينا نكون صريحين هون، بقول إذا عملتم كل شيء مما طلب منكم قولوا إحنا عبيد غير مستحقين. طب هل إحنا عملنا كل شيء؟ لا، كلنا لسه عم نوقع وعم نغلط كل يوم، يعني ما وصلنا درجة العبد الخاطئ اللي حكى عنا يسوع. يعني لازم دائما نحس إنه دائما إحنا خطاة، يكون فينا الفكر المتواضع، ودائما نقول صلاة يسوع: ربي يسوع المسيح، ارحمني أنا الخاطئ، مهما وصلنا بدرجات عالية في الروحيات. الله يبارككم.